لكن يعني أزعجني أيضا تعليق واحد بيتشدق دائما بأنه يعني ناصري وبأنه وطني وخلافه، حمدين صباحي، لما يقول أحكام الإعدام الجماعي كده مسميها في التويتر بتاعته أحكام الإعدام الجماعي، بيقول تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل، يا رب مكن مصر أن تتطهر من الظلم والكراهية وأن تتجمل بالعدل والمحبة. هل هذا يمثل رأي سياسي من سياسي المفترض أن يكون عنده وعي؟ أولا ده مش رأي سياسي أبدا، ده مجرد أن هو يعني تدخل فيما لا يعنيه، لأن لا يمكن وتعليق على أحكام القضاء على أحكام القضاء أبدا من قريب ومن بعيد. وإذا أتى التعليق عن أحكام القضاء على شخص اعتبر نفسه مرشح رئاسي في يوم من الأيام فهذه كارثة، لأنه يجب أن يعلم القانون والدستور الذي أقسم على احترامه، هذه واحدة. الثانية يا حمدين يا صباحي، لو حد قرب لك من بعيد ولا من قريب، ولا قرب لبنتك ولا لابنك ولا حد من قرايبك، ولا زي الحسين ابو ضيف اللي اتقتل قدام الاتحاديه، كنت هتقول ده؟ لا طبعا ما كنتش هتقول ده. صحيح. انت كل الحكايه ان انت بتحاول تغازل قله قليله موجوده في الشارع عشان تعود للحياه السياسيه، ولكن الامور انكشفت، والدوله القويه بجيشها وشرطتها ومؤسساتها وباعلامها ومجلس النواب عادت، ولن يكون هناك المزايدات والمؤاطرات مرة أخرى في ظل وجود دولة قوية يصر شعبها على أن تسير هذه الدولة نحو العدل والعدالة. سيادة النائب أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة، ويا رب دايما إن شاء الله في تقدم وفي رقي.